اسمحي لي يا منى بس يعني هذا الخطاب يذكرنا بمبارك بالضبط ان الناس ممولين، ان الناس مخربين، ان الناس عايزين يقلبوا نظام الحكم. ما حدش عايز يعترف بالخطا اللي حصل في بورسعيد والسويس. ده عباره عن مجموعه كامله من الاهمال والتردي وعدم اداء الامور بشكل جيد. هو ده اللي ادى الى هذا الاحتقان. الناس محتقنه ليه؟ الناس محتقنه ليه ومش قابلة اي حاجه ليه؟ لان التراكم الادائي المتدني بتاع هذه الجماعه وهذا الحزب وهذا الذي يحكم مصر الان هو اللي ادى الى هذا. ما حدش يقعد يبرر موقفه. يعني مش هم كانوا معانا ايام مبارك وكنا بنقول يعني من حقنا ان احنا نعارض، ان احنا نقول وجهه نظرنا، وان احنا نحقق المسار. ايه الخطأ في ده؟ ايه الخطأ في ده؟ ايه الجريمه في ده؟ كله دلوقتي بقى ممول وبقى مخرب. احنا اولا كل الاحزاب السياسيه ادانت العنف، واحنا لما عملنا البيان الاولاني بتاع مظاهرات يوم 25 يناير قلنا نحن ندين العنف، ولما اتحرقت مقر الاخوان المسلمين كلنا طلعنا وقلنا ده احنا ضد ده. ما حدش يتهم الاحزاب السياسيه انها صمتت وانها بتايد. وده ده كلام يعمل حوار وطني؟ ده كلام يعمل بتاع حوار مع المصالحه وطنيه؟ ده يعمل مصالحه وطنيه؟ انه الادانه لم تكن بالقوه الكافيه. يعني ايه بالقوه الكافيه؟ يعني انت بتقولي للناس ان احنا ضد هذا، ده يعمل مصالحه وطنيه؟ اللي بيتكلم على المصالحه الوطنيه ده بيتكلم على حوار وطني اللي في البيان بتاع مجلس الدفاع النهارده. ده مناخ يعمل مصالحه وطنيه ويعمل حوار وطني حقيقي يفوقه، لأنه البلد في خطر داهم، واللي مش شايف هذا الخطر يبقى مش شايف حاجة خالص.